السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين، أهلا وسهلا بيكم. وحلقة جديدة ومختلفة خالص عشان خاطر السادة المشاهدين أو المشتركين معنا في القناة، يعني أكتر من رأي طلبوا حاجات كثيرة معينة كده، فاحنا إن شاء الله هنجمعها، ممكن نجمعها في حلقة واحدة. رد حضرتك أولا. ثانيا المشترك مش هتذكر الاسم، كان طلب إزاي مسكت القلم بالنسبة للكبير أو للصغير. إن شاء الله بإذن الله طبعا مسكت القلم لها أكتر من إيه؟ من طريقة، لكن إحنا مش هنتكلم فيها في الحلقة دي، هنتكلم في حلقة إن شاء الله غدا، لأن ممكن نجيب حاجات معينة عوامل مساعدة كده عشان تعرفك إزاي تخلي ابنك يتعود على مسكة القلم بالطريقة الصحيحة. اليوم إن شاء الله بيقول لي الكلمات التي بها حروف تكتب ولا تنطق، وحروف تنطق ولا تكتب. في بعض الكلمات فيها حروف تنطق لكن لا تكتب، وفي بعض الكلمات فيها حروف تكتب ولا تنطق، او تنطق ولا تكتب. طيب ايه هي الحروف دي؟ الاول الحروف الاول هنقول عليها حالا دلوقتي، الالف والواو والياء واللام والنون. ركز معي، الألف والواو والياء واللام والنون دي حروف، في منها يكتب ولا ينطق، وفي منها ينطق ولا يكتب. هناخد واحدة واحدة كده. الألف هنعتبر الألف اللي هو إيه بقى؟ الألف اللي احنا بنتكلم عليه على ألف المد. المد بالألف يكتب ولا ينطق، المد بالألف يكتب ولا ينطق، زي كلمة مثلا إيه؟ خالد، خالد. لما أجي هنطق الكلمة دي هنطقها إزاي؟ مش هنطق، هم أربع حروف، الخاء والالف واللام والدال، بس لما بنطقها بتنطق على ثلاث حروف بس، الخاء واللام والدال. خالد. في هنا الف، الف المد من ايه؟ من الحروف التي تكتب ولا تنطق، الحروف التي تكتب ولا ايه؟ ولا تنطق. طيب عندي كمان المد بالواو، المد بالايه؟ بالواو. ركز معايا، المد بالواو زي كلمه ايه؟ جنود، جنود. هنا برضو الواو من ضمن الحروف التي تكتب ولا تنطق، جنون، جنود. نطقنا ثلاث احرف بس، جيم والنون والدال. كذلك المد بالياء، سميع، سميع أو سميع، سميع. نطقت السين والميم والعين، برضو الياء ما إيه؟ لم تنطق. يبقى المد سواء ألف أو واو أو ياء، ركز معايا، يكتب من الحروف التي تكتب ولا تنطق. تمام؟ عندي كمان حروف في الألف وفي الواو. إيه هي بقى؟ الحروف اللي في الألف اللي هي زي إيه؟ الألف بنقول عليها الألف الفارقة. إيه الألف الفارقة؟ الألف الفارقة تأتي مع الجمع زي كلمة إيه؟ ركز معايا، هنقرأ دي كده، ها الساكن ينطق مع الألف، يبقى الياء تنطق مع الكاف، ياك، ها، والساكن ينطق مع الياء قبله، التاء مع الواو مع الباء، توب، يكتب او تكتب، يكتب او تكتب. طب هي اصل ما فيهاش الف خالص ولا في اي حاجه، تمام. هنجمع دي كده نقول ايه؟ يكتبوا، يكتبوا،
يك تو بو. هنا مع جمع الفعل بيأتي ألف اسمه الألف الفارقة. إيه هي الألف الفارقة؟ الألف الفارقة هي الألف التي تفصل بين الواو الأصلية وواو الجمع. واو الجماعة، الواو الأصلية واو الجماعة. يعني إيه الواو الأصلية؟ هقول لك يعني إيه. لما أقول إيه؟ ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان إيه؟ ظلوما جهولا. أو وكان الإنسان جهولا. ويدعو الإنسان، يدعو الإنسان، مين اللي بيدعو الإنسان؟ الإنسان ده مفرد أهو. مفرد، يدعو، 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 ركز معايا. ودي من الأخطاء الشائعة اللي بيقع فيها إيه؟ الكثير. يدعو، 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 أنا بتكلم على مفرد. الواو هنا أصبحت واو أصلية من الكلمة. واو أصلية، يدعو، شوف، يكتبوا، شوف هنا الفرق بقى، هنا الألف الفارقة دي هي اللي بتفرق ما بين واو الجماعة، واو الجماعة لأن أنا بتكلم على يكتبوا يعني مجموعة بتكتب مش واحد بس بيكتب. وكلمة يدعو، يدعو، يدعو الإنسان بالشر، يدعو الإنسان مفرد، يدعو هنا جاي المفرد ما فيهاش، فيها إيه؟ فيها الواو ودي فيها الواو، إيه اللي تفرق بقى؟ إن هنا جماعة يكتبوا للجمع ويدعو هنا للمفرد، فبيحطوا ألف اسمها الألف الفارقة اللي هي بدون همزة عشان تفصل ما بين الواو الأصلية وواو الجماعة. يبقى برضه من ضمن الحروف التي تكتب ولا تنطق الألف الفارقة التي بتأتي مع الجامع. تمام؟ يكتبوا، يشربوا، يأكلوا، يذهبوا، يلعبوا. ماشي؟ خلاص؟ طيب. خلصنا الألف. عندي الواو برضه كمان، لسه في واو؟ اه لسه في واو. برضه من ضمن الحروف التي تكتب ولا تنطق. زي كلمة إيه؟ عمرو. عمرو. أدي العين. وأدي الميم. عمرو. عمرو. أدي فيها واو؟ تكتب ولا تنطق. يبقى أنا عندي الألف، المد بالألف، والمد بالياء، والمد بالواو، تمام؟ دول أساسيين، خلاص؟ بعد كده ناخد الألف الفارقة اللي بتأتي مع الجمع. هي اللي بتفرق ما بين واو الجماعة والألف الأصل والواو الأصلية في الكلمة، ماشي؟ ها؟ عندي الواو كمان تأتي في كلمة إيه؟ عمرو. عمرو، ما قالش رواء، ما نطقش الواو، لكن كتبت. عندي بقى بعد كده اللام. اللام. الالف كتير خالص على فكره وهنتكلم في حالا دلوقتي برضه والنون كذلك اللام. اللام عندي اثنين. اللام عندي ايه؟ اثنين. اولا حروف او الكلمات التي بها لام شمسيه. لام ايه؟ شمسيه. هنا اللام تكتب، خد بالك كل ده بقى انا بكتبه وما بنطقهوش، بكتبه وما بنطقهوش. ماشي؟ اللام هنا تكتب في حروف في كلمات اللام الشمسيه زي كلمه ايه؟ السماء. السماء. نطقت الالف مفتوح ونطقت الحرف اللي بعد الالف مرتين اثنين، يبقى لما انطق الالف مفتوح وانطق الحرف اللي بعده مرتين اثنين يبقى في هنا لام. اللام هنا كتبت اهي ولكن لا تنطق. ليه؟ لان الحرف اللي بعديها هينطق مرتين، مره عليه سكون ومره عليه مثلا ايه؟ كمان سين اهي، الساء، ومره عليه فتح. طب انا ما نطقتش اللام ليه؟ اولا ما نطقش اللام لان اللام في اصل في طبيعتها على وضعها كده عليها سكون. ولا يجوز ان يلتقي الساكنان، يعني ايه؟ ما ينفعش حرف ساكن بعديه حرف ساكن. عرفت احنا ما بنطقش اللام ليه؟ تمام. هذه من الحروف التي تكتب ولا تنطق. من الحروف التي تكتب ولا ايه؟ ولا تنطق. طيب. يبقى اللام الشمسيه من الحروف التي تكتب ولا تنطق. اللام كمان يبقى الالف والواو والياء المد، والالف الفارقه والواو الاصليه في كلمه يدعو وعمرو. تمام؟ تمام؟ لان لو شلت الواو دي بقت اسمها عمر. بقى اسمها عمر. طب دي الحروف التي تكتب ولا تنطق. نيجي بقى للحروف التي تنطق ولا تكتب.
كتير كتير زي ايه؟ ركز معايا كده. ناخد الالف، ناخد الايه؟ الالف، الحروف التي تنطق ولا تكتب. ناخد الالف في كلمه ايه؟ اسم الاشاره. هذا، هذا وهذه وهؤلاء وأولئك ذلك كثير خالص. هناخد واحدة واحدة. هذا، هذا في الأصل، هذا في الأصل فيه الألف. هذه، هؤلاء، أولئك، ذلك في الأصل فيه ألف، لكن هنا ايه؟ حذفت الالف، حذفت الالف لكن تنطق. دي من الكلمات التي بها حروف تنطق ولا تكتب. هذا وهذه وهؤلاء واولئك، ماشي؟ ولسه في كمان، لكن لكن وايه كمان؟ لكن هو ايه الفرق ما بين دي ودي؟ هنا النون نطقت مرة واحدة لأن عليها سكون، هنا النون هتنطق مرتين اثنين، مرة عليها سكون ومرة عليها فتح مرتين. ماشي؟ أهي دي برضه لكن فيها هنا ألف تنطق ولا تكتب، لكن برضه في ألف تنطق ولا إيه؟ ولا تكتب. يبقى هذا وهذه وهؤلاء وأولئك وذلك ولكن ولكن، الكلمات حبايب قلبي لازم تحفظها بهذا الشكل، ولازم تعرف ان الكلمات دي بها حروف تنطق ولا تكتب. بقول هذا، هذا الرجل، هذه المرأة. امال ما قالش هذان وهاتان ليه؟ ليه هذان وهاتان؟ ليه هذان وهاتان مكتوب فيهم الألف؟ لأن هذان وهاتان مثنى. هذا يبقى انا بتكلم عن شخص، هذه بتكلم عن مؤنثه، ماشي؟ هؤلاء بتكلم عن جمع. اما المثنى في اسماء الاشاره هذان وهاتان بيكتبوا بالالف بتاعهم، الالف يكتب وينطق، عشان كده مش من ضمن الدرس بتاعنا، ماشي؟ نيجي في كمان اللام، بس قبل ما نقول لام نقول ايه؟ اللاتي، اللاتي اهي لسه برضه في الف كمان اهو، ناخدوها باللون الاسود. ها اللاتي، وفي اللائي، اللائي. مش هنتطرق للايه؟ للموضوع الكبير قوي ده، احنا عايزين بس الكلمات دي تتحفظ كويس جدا، وتعرف ان هذا تكتب بهذا الشكل من غير الالف، لكن تنطق، الالف ينطق، وهنا كذلك، والالف ينطق، وهنا كذلك، والالف ينطق، واحنا عرفنا هذان وهاتان ليه ما انكتبوش؟ لان هذان وهاتان مثنى، والمثنى يكتب فيه الالف وينطق. ذلك، اولئك، لكن، لكن، هنا الف ينطق ولا ايه؟ ولا يكتب. خلاص؟ نخش بقى على اللام. اللام هو في لام تكتب ولا تنطق؟ لا، في لام تنطق ولا تكتب. تنطق ولا تكتب. ما هو يا استاذ اللام الشمسيه؟ تمام. لا، في كمان من الاسماء الموصوله، من الاسماء الموصوله زي كلمه ايه؟ الاسماء الموصوله اللي هو الذي، التي، اللتان، ماشي؟
اللتين او اللذين او اللذين دي الاسماء الموصوله، اللائي واللاتي دي اسماء موصوله. لا، من الاسماء الموصوله حرف اللام. حرف اللام ده ماله بقى؟ لا يكتب لكن ينطق. زي كلمه ايه؟ الذي. انت فاكر واحنا بنتكلم بنقول السماء، نطق ايه؟ نطق الالف مفتوح، ونطق الحرف اللي بعد نطق بعد الالف الحرف مرتين اتنين وما جابليش سيره اللام خالص. عشان كده بقول دي لام شمسيه، هنلاقيها الا حتى لا يلتقي الساكنان. اتفقنا؟ طيب كلمه الذي، قال لي مفتوحه اهي، الا ونطق اللام مرتين، يعني معنى كده ان الكلمه فيها لام شمسيه زي السماء. الكلمه فيها لام شمسيه اهي، مش هي نفس الكلام؟ ألف ولام والسين أهي، هنعدلها هتبقى سين واحدة بس، هتبقى عليها إيه؟ شدة وإيه؟ وفتح، مش هي كده؟ هل هي دي؟ هنا بقى في كلمة الذي، خد بالك بقى، اللام تنطق ولكن لا تكتب. اللام تنطق ولكن ليه؟ لا تكتب. الذي، وإيه تاني؟ والتي، التي، التي، التي. ركز معايا في الكلمات دي وتتكتب بهذا الشكل. برضو التي فيها، التي، التي برضو فيها لام نطقت الا، ماشي، في لام نطقت لكن ما كتبتش، يبقى الذي والتي، ماشي. وايه خلاص؟ وايه اللائي اللي احنا هنقولها بقى؟ اللائي واللاتي، دي برضو فيها كلمات حرف اللام هنا هينطق ولكن لا يكتب. يبقى كلمة الذي والتي، ماشي، واللائي، اللائي، وإيه؟ واللاتي. هنا فيه لام بنطقها بالفعل لكن لا تكتب. يبقى أنا عندي حروف كتير خالص، لسه فاضل النون، هنتكلم في النون حالا دلوقتي. يبقى أنا عندي بالبداية كده الألف والواو والياء اللي هم حروف العلة، بنقولها حروف العلة أو حروف المد، ها؟ دول بيكتبوا لكن لا ينطق. تمام؟ خلاص، يكتبوا لكن إيه؟ لا ينطق. خلاص كده؟ طيب، الألف الفارقة هي التي تفرق بين الكلمة الجمع والكلمة المفرد. الكلمة الجمع والكلمة المفرد هي التي تفرق بين الواو الأصلية وواو الجماعة، دي اسمها واو الجماعة. واو الجماعة ليه؟ لأن كلمة يكتبوا، يشربوا، يأكلوا، يناموا، مجموعة بتنام مش واحد بس. إنما هنا يدعو، يدعو، ينمو، واحد، ينمو، يدعو. وركز معايا كويس جدا، لسه الموضوع يعني إيه؟ أنا بلم لك حلقة كاملة عن كل التعليقات اللي الناس عايزاها. تمام؟ يبقى هنا هذا من الكلمات او من الايه؟ دي اسم اشاره، هذا وهذه وهذان وهذان وهؤلاء، ماشي؟ دي اسم ايه؟ اشاره، خلاص؟ وذلك وتلك، ماشي؟ دي اسم ايه؟ اشاره. هذا من الكلمات التي بها حرف ينطق ولا يكتب، عكس المد بالظبط، وعكس اللام الشمسيه. ينطق ولا يكتب. هنا هذا فيها ألف ينطق ولا يكتب، الذي فيها لام تنطق ولا تكتب، هذه ألف ينطق ولا يكتب، التي فيها لام تنطق ولا تكتب. تمام؟ طيب عرفنا الحاجات دي، ناخد حرف النون. النون اللي هو التنوين، التنوين ينطق ولا يكتب، ينطق ولا يكتب. اعرفه ازاي بس التنوين اللي هو مغلب الناس كتير خالص كده؟ التنوين زي ما احنا سبق وقلنا، التنوين لا ياتي مع الكلمه التي تبدا بالف ولام. اي كلمه اولها الف ولام لا يمكن انها تنون، زي كلمه الكلمات، ما ينفعش اقول الكلمات، 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 لا طبعا. يبقى لازم الكلمه اللي هتنون اولا لازم تكون اسم، ما تكونش فعل.
لازم تكون اسم ما تكونش ايه فاعل ماشي، لان التنوين للاسم بس زي التاء المربوطه لا تلحق التاء المربوطه الا باسم، يعني زي كلمه جميله جميله ورده اخرها تاء مربوطه يبقى جميله وورده اسم ماشي. يبقى انا عندي الكلمات اللي تبدا بالف ولا ما ينفعش تتنون، والتنوين لابد من كلمات لا يكون قبلها الف ولا. طيب جميل، ركز معايا، التنوين كمان ماشي ياتي مع ايه؟ المفرد. ياتي مع ايه؟ مع المفرد، يعني ايه؟ حروف، حروف دي جمع واسم، هعرفها اسم ازاي؟ هزود لها الف ولام، الحروف قبلت الالف واللام اهو، بس الحروف دي مش مفرد ده جمع، حروف يعني حروف كتيره، ها؟ الحروف دي ما تنونش، ليه ما تنونش؟ لان هي جمع، يبقى التنوين ياتي مع الاسم المفرد الذي لم يسبقه الف ولام، اللي مش اوله الف وايه ولام، يبقى التنوين ياتي مع الاسم، ما ياتيش مع الفعل. التنوين ياتي مع الاسم، وياتي مع الاسم المفرد، وياتي مع الاسم الذي ايه؟ اللي بدون اللي من غير الف وايه ولام في اوله. طيب التنوين هعرفه ازاي؟ دائما التنوين في نهايه الكلمه النكره، كلمه نكره يعني ما فيهاش الف ولام، في نهايه الكلمه النكره الاسم النكره، الاسم النكره في نهايه الاسم النكره يعني الاسم اللي ما فيهوش الف ولام، تاتي في بعض الكلمات نون في نهاية الكلمة، نون ساكنة، نون ساكنة، نون ساكنة. إيه هي النون الساكنة دي بقى؟ النون الساكنة تأتي نطقا في بداية في نهاية الكلمة. طب هعرف إزاي هي تنوين ولا مش تنوين؟ هنكتب أهو، ركز معايا، قال لي دي إيه؟ ها؟ مساء هي دي أ؟ أيوه دي أ، دي ألف، ده ألف مهموس. مساء قال لي إيه؟ مساء شوف آخر حرف نطقوا نون عليها سكون. بعض الناس هيروح يكتب لي كده مساء ويروح يعمل لي النون كده وعليها سكون كمان، أقول له غلط. ليه غلط يا استاذ؟ ما قلت مساء اهي، مساء ان، لا يا حبيب قلبي ما فيهاش نون، ده نون تنوين. طب انا هعرفها ازاي؟ ما هو انا لما احذف النون في النطق مساء مساء، طيب وصباحا ها اصلها ايه؟ صباح ماشي، ظهرا اصلها ايه؟ ظهر، عصرا اصلها ايه؟ عصر ماشي، شتاء اصلها ايه؟ شتاء، بكتب شنون بقى على طول. صيفا اصلها ايه؟ صيف. وفي كمان حاجات كثيره خالص بايه البعض بيخطئ فيه، كلمه شكرا اصلها كلمه ايه؟ شكر، شكر. اصلها كلمه شكر. عفوا اصلها كلمه عفو. ركز معايا، شكرا هنا هحط التنوين عليه، ركز. لو انا جيت عند كلمه مساء هنا فانا حطيت التنوين هنا في الفتح يعني فتحتين، وهنا شكرا حطيت برضه فتحتين، بس الكلمه دي ناقصت حاجه، كلمه شكرا دي ناقصت حاجه. خد بالك الراء لو عليها تنوين اقول ايه؟ رن، لو هي مفتوحه رن، طب لو هي مكسوره تبقى رن، الالف مفتوحه ا آه. طب عليها تنوين تبقى ايه؟ ان، طب عليها كسر ايه؟ ان، عليها ضم او، ان، مساء ان، مساء ان، مساء ان، شكرا شكر شكر، اخر نون على طول نون ساكنه. هحذف النون في النطق بس عشان افهم اصل الكلمه ايه؟ مساء اصلها ايه؟ مساء، مفيش نون خالص. ليلا اصلها ايه؟ ليل. نهارا اصلها ايه؟ نهار، عشان تفرق بس ما بين الكلمه وبعضها. حديقة اصلها ايه؟ حديقة. وردة اصلها ايه؟ وردة. قبل ما اكتب النون ارجع الكلمة لاصلها الاول،
ارجع الكلمه لايه؟ لاصلها. طيب لكن انت الاستاذ بيقول ايه؟ في هنا حاجه ناقصه صح؟ ايه اللي ناقص هنا؟ ناقص الف، الف المد اللي هو يكتب برضه ولا ايه؟ ولا ينطق. ياتي مع التنوين، كل التنوين لا، ياتي مع تنوين الفتحه بس. في نهايه الكلمه المنونه تنوين بالفتحه ياتي هذا الالف. طب ما هو يا استاذ مساء ما حطيتش انت فيها الف، ولا انت بتتكلم على الف ليه؟ لا ده الالف ده الف مد. طب ما حطيتش الف ليه يا استاذ؟ لان ما لا يجوز وضع الالف هنا. ليه؟ هيبقوا ثلاث الفات. لا يجوز وضع الهمزه بين ايه؟ الفين مد. الفين اتنين مد اهو، لا يجوز وضع الهمزه، لا يجوز وضع الايه؟ الهمزه، لان دائما المد لا ياتي الا بحرف قبل ممدود. طب ده حرف قبل ممدود، هجيبه منين؟ هجيبه منين؟ مش هينفع. يبقى لما الكلمه تنتهي بهمزه، تنتهي بهمزه، لا حالتين اتنين. اما احط الف المد وراها، وممكن كلمه برضه تنتهي بهمزه وما احطش الف المد. زي ايه؟ جزء اهي الساكن مع اللي قبله، جزء ا يبقى فتحه واحده بس. طب فتحتين تبقى ان، جزء ان. طب هنا مفيش الف مد ليه يا استاذ؟ هنا ما عملتش الف مد، وهنا عملت الف مد، وهنا عملت الف مد. لا ولسه في كمان حاجه اهي هنكتبها. كل ده تنوين بالفتحه؟ كل ده تنوين بالفتحه. نشوف بس الكاميرا اخبارها ايه. ده احنا كده خلصنا خالص، معلش تنوين بالفتحه، هنكمل بقى ان شاء الله في الحلقه القادمه. وردة، جزءا، مساء، شكرا، عفوا، رضاء، اصلها ايه؟ رضا. كتابا، اصلها ايه؟ كتاب. ما تستعجلش في كتابه الكلمه بحرف النون، لا لا خالص. كتابا، ارجعها الاول، كتاب. ها؟ ماشي؟ جزءا، اصلها جزء، جزءا من القرآن، يعني جزء من القرآن. طب هنا انا ما كتبتش الألف ليه بقى؟ وهنا كتبت الألف، وده انتهت بهمزة وده انتهت بهمزة. ماشي؟ إذا انتهت الكلمة بهمزة وقبلها ألف مد، ما ينفعش أحط ألف كمان. طب هنا الكلمة انتهت بهمزة ومفيش قبلها ألف مد، يبقى هنا يتحط ألف المد اللي هو إيه؟ استكمال لتنوين الفتح. طب هنا بقى في التاء المربوطه ما حطيتش ليه بقى؟ لان تنوين الفتحه اذا انتهت الكلمه بتاء مربوطه لا يجوز وضع الالف. يبقى انا عندي حالتين اتنين لا يجوز وضع الالف فيهم. اذا انتهت الكلمه بتاء مربوطه او انتهت الكلمه بهمزه قبلها الف مد. بالشكل ده انا قدرت الخص جزء بسيط عن التنوين، ماشي، وعن الحروف التي تنطق ولا تكتب، والحروف التي تكتب ولا تنطق بقدر المستطاع. يعني اتمنى ان تكون حلقه عجبتكم. اتصل عليا على 010-211-69941 لو في اي مشكله عندك كلمني، وهنستكمل بقيه حلقات الايه اللي هم كل التعليقات اللي الناس بتتكلم عنها. ماشي؟ هنتكلم عن الف الوصل وايه وهمزه القطع والايه والالف الفارقه والحاجات ان شاء الله في الحلقه القادمه ولقاء اخر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. على المشاهدة، إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.